أنا بسمع كتير جدا كلام يتشدق به الكثيرين سواء إذا كان في مصر أو حتى بره، تلاقي الأمريكان يتكلموا فيه، الجماعة الفرنسيين قريب كانوا بيتكلموا فيه على واحدة من القنوات بتاعتهم، إنه وهو ليه الدولة مثلا، قالوا كده، وليه الدولة في مصر مثلا بتستثمر في القطاع الفندقي؟ الجيش الفرنسي، الجيش الأمريكي تحديدا عنده سلسلة فنادق، مش هقول اسمها، بس سلسلة فنادق، عنده مصانع مواد غذائية ومصانع أخرى، مش بس كمان الصناعات العسكرية، بالعكس عنده جزء من الصناعات العسكرية بيستثمر فيها القطاع الخاص. إذن في تشدق دائم بأنه لازم الدولة تطلع عشان نعرف نشتغل، ما تشتغل ولا إيه؟ طب انت عندك حق في جزء كبير من الكلام اللي بتقوله يوسف. الفكره ان احنا محتاجين نبني ثقه في بيئه الاستثمار في مصر. زي ما انت قلت، طلعت كلام كتير على مستوى العالم، الدوله المصريه بتحجم القطاع الخاص، الدوله المصريه مش بتشجع المستثمر. احنا نفسنا خلينا نكون واضحين ومكشفين للحقيقه الامر عشان نعرف نحل. حتى المستثمر المحلي الخاص داخل مصر هو نفسه أصبح في الفترة الأخيرة ما عندوش ثقة في استقرار بيئة الاستثمار. فبالتالي ده بيتصدر لدول العالم، بيتصدر للمستثمر الأجنبي، أصبح في سمعة عن الاستثمار في مصر إن البيئة طاردة للاستثمار. دور الدولة هنا من أهم أدوارها إن هي تواجه ده وتتعامل مع هذه السمعة. عدم اليقين في الاستثمار في البيئة المصرية محتاجين نحله، دي مشكلة وردت نبص لها. أول رسالة طمأنة للمستثمر الخاص سواء محلي أو أجنبي، لأن دي سمعة، لو المحلي مش هيرضى عن الاستثمار الخاص في بلده أكيد الأجنبي مش هيجيلنا. فعشان يصدر كدولة رسالة طمأنة، أدي وثيقة ملكية الدولة، تعالوا نتشارك مع بعض، نحدد قطاعاتنا زي ما سيادة النائب محمود قال، ايه اللي انا شايفاه كدوله من وجهه نظري انا، مش من وجهه ان العالم عاوزني اعمل ايه، ايه اللي انا شايفاه حيوي وامن قومي واستراتيجي انا ما ينفعش اخرج منه، بالعكس انا عاوز ازود مشاركتي فيه عشان اضمن استقرار الدوله والمواطن وخدمات المواطن. ده انا موجوده فيه بقوه، ولكن في انشطه اخرى انا محتاج ادي كدوله للمستثمر الخاص فرصه، لان انا اولا محتاج دوله برضو نقد اجنبي، محتاج مستثمر يجي لي، يعني دي مصلحتي قبل ما انا اكون بنفذ توجهات دول اخرى او اراء دول اخرى. انا شايف ده، انا بقرر مصلحتي، بقرر الخطه الاستراتيجيه اللي انا عاوز امشي فيها. الهدف الرئيسي زياده ثقه المستثمر في الاستثمار في البيئه المصريه، ده انا شايفاه امر صحي جدا، بيمشي بشكل تدريجي في التخارج. كلمة التخارج مش معناها ان انا هشيل ايدي ولا ان انا هبيع اصولي، لا اطلاقا. التخارج معناه ان انا بنظم وجودي في القطاعات حسب اولوياتها ليا كدولة وحسب اهتمامات المستثمر الخاص هو عاوز يستثمر في ايه. فده بشكل عام، ولكن عشان نكون برضو واقعيين، احنا عندنا في تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين في المنتدى الاقتصادي اشتغلنا على الملف ده كتير جدا، ويمكن هي الوثيقه بصفه عامه كمان خدت جولات من الحوارات وكانت مرحب بيها، ولكن احنا اشتغلنا فيها وقلنا علشان الوثيقه دي ما تكونش مجرد كلام على ورق، انا محتاج يكون في جدول زمني ومعايير ومؤشرات اداء اقول للمستثمر الاجنبي او المحلي احنا هنشتغل وفقا لهذه المعايير علشان يطمن ويدخل. بس بتتماشى في نفس الوقت او يلازم هذه الوثيقه القرارات اللي صدرت عن المجلس الاعلى للاستثمار في جلسته الاولى بقياده فخامه الرئيس، قرارات محفزه للاستثمار. انا ما ينفعش اقول للمستثمر اتفضل وفقا للوثيقه تعالى شاركني في الاصول، وانا اصلا المستثمر بيعاني من روتين وبيروقراطيه وتاخير في بعض الرخص الصناعيه والاراضي والنزاعات ما بين الجهات الحاكمه، يبقى انا بديله فرصه بس هو مش هيعرف يستغلها. فانا الحقيقه شايفه ان وثيقه ملكيه الدوله بهذا الاطار وهذه المحاور، وضيف عليها مع التخارج وهنخرج من ايه وندخل في ايه، ضيف عليها كمان فكره تاكيدها على الحياد التنافسي، يعني ادخل ونافس معايا واحنا يعني هنشتغل بالحياد التنافسي، مفيش احتكار وهيكون ليك الفرصه كامله، ومع الفرصه اللي بديها لك بديك اجراءات وحزم تحفيزيه بحللك بيها المعوقات اللي انا سمعتها منك،
اللي انت قلت انا مش عارف استثمر عشان كذا وكذا، 25 قرار انا شايف ان هم بيخدموا على مصلحة المستثمر الخاص في تمكينه من وثيقة ملكية الدولة.